السلام عليكم. اليوم رانا في منطقة أرديس في ما يسمى بمظلة، والآن سوف نقف على الأشغال تاع الطريق الساحلي هذا اللي ينطلق من إذن منطقة أرديس وباتجاه برج الكيفان الى حدود تامن فوست. يعني الان رانا في البدايه تاع هذا الطريق، وهنا نشوف الاشغال راهي يعني بقات القضيه تاع وضع البساط الاخراني تاع الكودرون. اذا نبقى نمشي هنا ونشوف ونروح نافونسي في الطريق هذا حتى نشوف وين يعني الاشغال هذه وين راهي حابسه. إذن هنا نلاحظ أنه الرواق تاع الطريق هذا مكتمل، وحسب الحجم تاع العرض يعني العرض تاع الرواق هذا، فالطريق هو يقدر يستوعب 4 أرويقة في كل اتجاه. إذن تابعونا في الفيديو هذا، ما تروحوش بعيد، خلونا نكتشف هذا الأشغال تاع الطريق الساحلي اللي نأكد عليها هو مهم جدا بالنسبة يعني تسهيل حركة على المرور، وكذلك بالنسبة للولوج إلى الشاطئ إذن نتاع هذه المنطقة هذه، الولوج إلى البحر ويعني التمتع بالهواء والمنظر. إذا شيء مهم أن يكون فيه طريق نتاع مركبات تاع سيارات، وهذا الطريق متصل بالطريق اللي يعني يروح من أرديس باتجاه طريق السيار إذا نتاع الجامع الجزائر. يعني كل هذا الشريط هو محل نتاع طريق مزدوج، طريق سريع إذن حتى إلى جامع الجزائر. هذه فكرة جيدة. وثاني رحت شفت منطقة تاع برج البحري، كذلك فيه طريق راه قيد الإشغال، طريق مزدوج ساحلي مهم، سوف يكون فيه يعني بالجزء نتاع برج البحري والجزء هذا يكون فيه التوصيل الطريق هذا على طول الساحل، وهذا الأمر جيد. ولاحظ أن الطريق هذا فيه كل القنوات نتاع التصريف تاع المياه وكل احتياجات يعني والشروط نتاع السير الحسن لمثل هذه يعني الشبكات تاع الطرقات لازم تكون موصلة بالشبكات نتاع تصريف المياه. وهنا نشوف جزء من المارينا نتاع أرديس اللي يعني الأشغال انتهت بها، الأشغال تاع الهندسة المدنية، فيه عملية تاع إتمام يعني التهيئة الخارجية حول المارينا، وكذلك مع الانتهاء نتاع الأشغال نتاع هذا الطريق. لاحظ ان فيه القنوات تاع تصريف المياه يعني ما راهي مخدومه مع الاشغال نتاع الطريق هذا. وهنا نشوف الشاطئ تاع مازله ما راهش بعيد منا. وهنا نقترب من النهاية نتاع الأشغال. شوف
هنا نلاحظ انه الجزء هذا يعني من جهه برج الكيثان والليدو الطريق هنا راه مخدوم، الطريق راه مخدوم، هذا امر جيد. وفيه يعني فيه الإنارة وفي كل شيء، أمر جيد. وهنا كذلك لاحظ انه فيه رصيف عريض يعني بمثابة كورنيش، شيء مليح بموازاة مع الطريق. وكذلك فيه شريط باللون الأحمر، شريط نتاع الدراجات الهوائية. إذن نترككم تتابعون ما تبقى من الفيديو حول الأشغال نتاع الطريق الساحلي ليربط منطقة أرديس بمنطقة ليدو في بلدية على مستوى بلدية برج الكيفان. إذن نخليكم تتابعوا هذا الفيديو حول هذا المشروع الهام نتاع الطريق الساحلي على طول الشاطئ، ومتابعة طيبة، والسلام عليكم.